المسلسلات اللي عايزة أشوفها مسلسل بدون سابق إنذار إخراج هاني خليفة. اخترت السببين، السبب الأول اللي هو إخراج هاني خليفة اللي أنا بحب أعماله وبحب قوي فيلم سهر الليالي اللي هو من أفلام المفضلين، فعايزة أشوف حيعملنا إيه. وكمان كنا من كم سنة عملنا مسلسل ليالي أوجينيا كان حلو قوي، فأنا أملي يكون كمان المسلسل هذا بدون سابق إنذار حلو. والسبب الثاني للمسلسل هذا اللي هو بطولة التونسية عايشة بن أحمد، وعايشة من كم سنة شفنا اللي هي عندها قدرة ومهارة في التمثيل حلوة قوي، فاحنا في تونس فخورين بيها وطبعا عايزين كلنا نشوفها نشوف أعمالها، وبخصوصا اللي فيه دايما تطور، فهي دايما من كويس الأحسن 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 كما قلت لك احنا فخورين بيها. المسلسل الثاني هو الحشاشين إخراج بيتر ميمي. أنا من كم سنة كنت قريت رواية على موت اللي هي تحكي حكاية الحشاشين وحسن الصباح، إزاي كان تمكن من تجنيد شباب وحولهم لقتلة باسم الدين، وكان يطمحهم يعني بالجنة، وكان زعمه يبعثهم هو في الجنة. فأنا عايزة أشوف القصة دي يعني عشانها حلو حلو قوي ومهمة. وكمان الإخراج بيتر ميمي هو من كم سنة المسلسلات اللي عملها مثلا الاختيار كانت حلوة قوي، فإن شاء الله يكون مسلسل حلو. المسلسل الثالث طبعا إمبراطورية ميم، عشان إحسان عبد القدوس الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وكمان عشان فيلم اللي كان بطولة فاتن حمامة. وعايزة أشوف خالد النبوي حيعمل إيه في أولاده وإزاي حيتصرف في الإمبراطورية متاعه. المسلسل الرابع فراولة، اخترته عشان نيلي كريم، فعودتنا نيلي كريم اللي هي تقريبا كل رمضان تعمل لنا مسلسل حلو قوي كوميديا. لا مش انا عجبتني السنة دي اللي هو كمان مسلسل كوميديا، عشان من 4 سنين كان مسلسل بميت وش حلو قوي، فان شاء الله حيكون كمان هذا حلو قوي زيه او احسن كمان. والموضوع كمان مهم يعني السوشيال ميديا والناس الانفلونسر دي حاجة مهمة والموضوع مهم قوي. Thank you.